متابعينا مشاهدينا الكرام والاعزاء، نرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقه جديده وموفقه من انطلاقات الخير والبركه، شوطنا الرابع والعشرين للابكار المحليات الاصايل. ننطلق مع هذه الانطلاقه لنذهب مع الاصايل المتواجدات على ارضيه هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. مقدمة الشوط أتابع في هذه اللحظات سلطنة القادمة المنطلقة مع الصدارة. هنا يقدم لنا سلطنة محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري. يا سلام يا سلام يا مالك سلطنة، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات جواهر سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبية. يقدم لنا جواهر الحاضرة في هذه اللحظات المركز الثالث. القدوم من العزوم سالم بن سعيد بن غافان الجابري من يقدم لنا شعاره، بينما أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات أحضرت التزام بشعار سعيد بن حمد بن حميد الدرعي. والمركز الخامس الحضور من غادة القادمة في هذه اللحظات بشعار محمد بن مطر بن حويرب المنصوري، من يقدم لنا شعاره ولكن المنضم في هذه اللحظات والمتجاوزة للأسماء المتواجدة. أتابع حفلة عبد الله بن محمد بن سعيد الدرعي، وكذلك القدوم الحضور من منال نابت بن محمد بن محمد العامري، من يقدم لنا شعاره وانطلاقته، بينما الحضور احضرت ايضا ضبية حميد بن راشد بن مبارك الشامسي. يا سلام يا سلام على الاسماء، يا سلام على الشعارات المتواجدة. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى التزام التزام يا التزام. هنا سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يقدم لنا التزام ليلتزم مع الصدارة، ليقدم التزام يقدم التزام الدرعي الدرعي. المركز الثاني القدوم والحضور من حفلة عبد الله بن محمد بن سعيد الدرعي، من يقدم لنا شعاره، بينما القادمة بينما الحاضرة في هذه اللحظات القادمة جواهر سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبي الوهيبي، بينما القدوم القادمة العزوم سالم بن سعيد بن غافان الجابري. الكيلومتر الأخير الكيل الخطير، طارن الإبكار طارن الإبكار. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى التزام التزام سعيد بن حمد بن حميد الدرعي، ولكن مرحبا مرحبا بالقادمة، مرحبا يا ضبية، مرحبا يا حميد، يا بن راشد يا بن راشد. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى ضبية أحمد بن راشد بن مبارك الشامسي الشامسي، انطلق في هذه اللحظات ليقدم لنا ضبية. يا سلام يا سلام. القادمة أيضا الحاضرة طماعة مبارك بن حمد بالدليل باللويع العامري، باللويع قادم قادم مع طماعة
طماعة وأيضا الضبية. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الأمتار المجنونة، الأمتار الحرجة ما بين الضبية، ما بين الضبية، ما بين طماعة، طماعة، طماعة. انتزعت الفوز بشعار مبارك بن حمد بالدليل باللويعة العامري العامري. المركز الثاني اوصلت في الامتار الاخيرة وجل مبارك بن بخيت باللوتية العامري. المركز الثالث الضبية احمد بن راشد الشامسي. المركز الرابع أوصلت متابعين الكرام ملوح بشعار سيف بن ماجد بن طماش المنصوري. والمركز الخامس كان الحضور من التزام سعيد بن حمد بن حميد الدرعي. إذا تهانينا لمالكي طماع مبارك بن حمد بالدليلة باللويعة العامري. قدم لنا شعاره وقدم لنا طماعة خاطفة ناموس هذا الشوط. 6 دقائق 3 ثواني وجزئين من الثانية توقيتها ولحظات وصولها. المركز الثاني أوصلت في الأمتار الأخيرة وكان عرضها مميز وقوي اللي هي وجل مبارك بن بخيت باللوتية العامرية. 6 دقائق 3 ثواني وجزئين من الثانية. تانينا والناموس. المركز الثالث الضبية بشعار حميد بن راشد بن مبارك الشامسي. من قدم لنا شعاره 6 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين في صباح هذا اليوم.